طيب هنا خليني كمان أتكلم على المكاسب الحزبية، يعني ما الذي قد تفوز به الأحزاب من وراء هذا الاستحقاق الدستوري، هذا العمل الانتخابي، الانتخابات الرئاسية. معانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ المصري وطبعا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك يا أستاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ يوسف، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين. بنبسط قوي لما بتأستذني، بحس ان انا كبرت كده في السن. يا رب يخليك. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخلي حضرتك استاذ عماد. استاذ عماد، يعني انا يمكن شويه مهتم بانه من وجهه نظري، صححني لو انا غلطان، في مكاسب حقيقيه تقدر تحصل عليها الاحزاب ايا كان توجهها وايا كانت ايديولوجيتها من وراء الانتخابات الرئاسيه. طبعا في حاجات كثيرة جدا إذا أحسن استغلالها من قبل هذه الأحزاب. حلو. ده العنوان العريض، التفاصيل ببساطة شديدة جدا، إن هذه يمكن من المرات القليلة أو مش القليلة بس الواضحة اللي هي الانتخابات فيها ثلاث رؤساء أحزاب هم اللي بيتنافسوا. الإشارة لهذا الأمر بتقول بوضوح أن المنافسة في الأساس عبر الأوعية الحزبية، عبر الأحزاب، وبالتالي من حق الأحزاب أن تنافس، أن تحشد، أن تنزل. الأحزاب كانت تشكو في سنوات طويلة جدا، حتى ربما منذ بدء التجربة الحزبية في 1976 أيام كانت المنابر الثلاثة اللي اتقلبت إلى ثلاث أحزاب، وبداية التجربة الحزبية في 77، إن دلوقتي إن أنت اللي إخواننا اللي عايز يشتغل الأحزاب يجي يشتغل وينزل الشارع ويعمل ندوات ويعمل مؤتمرات. فبالتالي هي إشارة واضحة لا لبس فيها ان الاحزاب هي الطريق للممارسه السياسيه، وفيها جزء اعتراف من الدوله المصريه كلها بدعم الاحزاب، وده بغض النظر بالمناسبه حول حال هذه الاحزاب الذي لا يخفى على كثيرين، الحياه الحزبيه في مصر كانت بعافيه حبتين لاسباب يطول شرحها، لكن النهارده في طريق مفتوح لهذه الاحزاب ان هي تشتغل، مش تشتغل بس بالمناسبه في العمل الخيري ان يتوزع بطاطين ومساعدات، ودي ده شيء مهم، لكن الاساس وهو في عمل الاحزاب انها تشتغل في السياسه، ان هي يبقى عندها برامج تنزل للجماهير تبلغ، يعني تقول للجماهير هذه برامجنا، تعالوا يعني انضموا لينا، احضروا ندواتنا، صوتوا لينا في كل انواع الانتخابات. وبالتالي دي فرصه ذهبيه لهذه الاحزاب الان وفي المستقبل ان هي تبتدي تشتغل بجد، ما تشتغلش فقط اثناء الانتخابات، لانه ده مرض مصري مزمن ان احنا في فوره وفي اثناء الانتخابات فقط لا غير، ثم تعود الى الثبات الطبيعي. وبالتالي الكره في ملعب كل الاحزاب اولا، وفي ملعب الحكومه ايضا انها تدعم الاحزاب، لانه القاعده يا اخي يوسف اللي معروفه، كلما نشطت الأحزاب المدنية حتى لو كانت مختلفة مع الحكومة، والطبيعي أن تختلف مع الحكومة، كلما قل فرص الطيور الظلام. طبعا محدش يقدر ينط من الشباك كما حدث في أكثر من مرة. الأحزاب المدنية دعمها وتشجيعها والجمعيات المجتمع المدني هي أفضل مضاد حيوي ضد كل أمراض وفيروسات التطرف والإرهاب. طيب استاذ عماد، يعني انا هقفز بالزمن للامام لحد سنه 26، يعني يبقى انه في برلمان جديد بغرفتيه بنواب جدد او النواب من اللي موجودين هيكملوا، الله اعلم، لكن في النهايه في انتخابات هتحصل برضو للبرلمان، هيبقى في عندي فصل تشريعي جديد بدايه من عام 2026. تشوف انه الأحزاب إن أحسنت استغلال الوضع القائم والفرصة أو الفرص المتاحة زي ما وصفتها، هقدر أشوف المزيد من التنوع الأيديولوجي جوه البرلمان؟ هقدر أشوف زي ما بنشوف في إنجلترا كده إنه والله ده في مجموعة من المؤيدين للحكومة اللي خدت الأغلبية وشكلت، أو الحزب اللي خد الأغلبية وشكل حكومته، وإنه المعارضة بتشكل ما يطلق عليه هناك حكومة الظل؟ هقدر أشوف المشاهد دي تفتكر في 26؟ دعنا نأمل ونحلم انه بمقدار ما يعني تشتغل الاحزاب بمقدار ما القدره على تحقيق ده، اولا بالطبيعي ان المفروض يحصل ده، نمره اثنين مش بس 26، الطبيعي لو ان هناك احزاب بتفكر بجديه تبتدي تفكر في انتخابات الرئاسه سنه 30، مش بس في انتخابات الـ يعني اظن انه
الطبيعي ان انا ببتدي اعد كوادر من دلوقتي، حاجات التنظيميه، الماكينه التنظيميه للاحزاب انا ما اعرفش يعني مدى وجودها، انا اشك انها موجوده بكثره الا قليله. وبالتالي من الانفس على المفترض عندنا انتخابات في غايه الاهميه، انتخابات محليه، القانون المحليات يفترض انه يطلع، وده احد اهم توصيات الحوار الوطني، وبالتالي هيكون في انتخابات محليه. الانتخابات المحليه دي عايز اقول لحضرتك محتاجه اظن 60,000 مرشح يدخلوا، يعني لو احنا قلنا في ثلاث قوى سياسيه، ثلاثه في 60 ب 180,000 شخص المفروض يكونوا كوادر موجودين عندك على الاقل ينزلوا الانتخابات. هل الاحزاب المصريه كلها المؤيده والمعارضه عندها هذه الكوادر الاساسيه اللي تقدر تنزل انتخابات محليه وبالتالي تقدر يعني يتم تصعيدها بحيث ان يتم فيما بعد مرشحين في مجالس النواب او الشيوخ او كوادر في مناصب تنفيذيه؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، هيبقى عندك الانتخابات النيابيه بشقيها النواب والشيوخ. دي كلها هواجس. المهم انه الاحزاب تاخذ الامور بجديه. العمل الحزبي عندنا فيه مشاكل، فيه تحديات، وفي نوايا، بعض النوايا الطيبه. عايزين نهجر الصوره الغريبه جدا اللي البعض بيعتقد انه بينضم الى حزب من الاحزاب حتى يحصل على منفعه. الاحزاب ليست طريقا للمنافع الماديه، الاحزاب قد تكون وسيله للمنافع السياسيه، بمعنى ان انا مؤمن ببرنامج معين بنضم ليه، بدفع اشتراك، بحضر ندوات، بروح اصوت ليه في انتخابات مختلفة. ده الطبيعي. لكن ان انا النهارده اخش الحزب ده وبكره ادخل انتقل منه يعني بسهوله شديده جدا ما بين اقصى اليمين لاقصى اليسار، هذا لا يحدث في بلدان كثيره. الاحزاب لابد ان تاخذ الامور بجديه شديده عشان يبقى في حياه سياسيه حقيقيه. صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا استاذ عماد، كل الشكر للكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفه الشروق وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني.